القانوني المتحدث الاعلامي للرابطه في اقمار 38. طيب استاذ نادر، اتكلمنا انت النهارده طلبت من المتواجدين جوه بمساعدتك، يعني انهي مساعده انت بتطلبها؟ احنا بنطلب، احنا الموضوع عن قوانين الاسره الصالمه في العهد الفائت. احنا برضو في اقباط لينا نفس المشكله، بل بالعكس احنا مشكلتنا اكبر، لان في حاله تعنت الزوجه المسلمه ممكن الزوج ينهي العلاقه بها بالطلاق، لكن احنا عندنا من سنه 2008 اصبح الطلاق المسيحي شبه مستحيل، يا اما عن طريق تغيير الدين، ده بيؤدي لفتنه طائفيه ومشاكل جامده جدا، يا اما عن طريق الزنا، وطبعا ده بيتم فيه تشهير باحد الطرفين، وطبعا في الاطفال هي اللي بتدفع فاتوره ابائهم، وفي نفس الوقت اثبات الزنا في المحاكم امر شبه مستحيل. فاحنا النهارده بنطالب عوده العمل لائحه 38، لائحه الكنيسه القانونيه والدستوريه اللي وضعها المجلس الملي، اللي هي كانت بتبيح الطلاق لتسع اسباب منطقيه، زي الهجر لمده 3 سنين مع استحكام الفرقه لمده 3 سنين مع استحكام النفور، او الهجر لمده 5 سنين، او السجن لمده 7 سنين، او سوء سلوك او اذا ترحب احد الزوجين. يعني النهارده الزوجه المسيحيه ممكن بمنتهى البساطه تاخد شنطه هدومها وتمشي، انا مش راجعه، يبقى الزوج يدفع لها نفقه وما يلوش اي كلمه عليها، ولا رايحه فين ولا جايه منين، وتورثه كمان بعد عمر طويل لمجرد ان هو مش عارف يطلقها. لكن احنا الحل اللي احنا بنطلبه ان احنا عايزين لائحه 38 عشان نقدر ان احنا نشوف حياتنا ونشوف اشغالنا ونقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي زي يعني قانون الوضع 2008، هل كان في تعنت مثلا معين؟ هل كان مقصود به شيء معين؟ قانون 2008 وضع بعد القضيه الشهيره اللي اترفعت ضد قداسه البابا، في احد الاشخاص كسبها ضد قداسه البابا، فكان رد فعل الكنيسه ان هي عدلت اللائحه دي مستغله علاقتها بالنظام السابق علشان خاطر تنشرها في الجريده الرسميه بدون المرور على القنوات الشرعيه، فاصبحت هذه التعديلات غير قانونيه وغير دستوريه. والدليل على كده ان الكنيسه النهارده بتحاول تمرر مشروع قانون موحد. طب النهارده لو انت عندك لائحه شغاله في المحاكم، ليه عايز قانون موحد؟ عشان كمان مش بس علشان خاطر ان هي غير قانونيه، عشان كمان يقفل لنا موضوع تغيير الطائفه اللي هو اللي كان ممكن في الحاله دي تطبق الشريعه الاسلاميه. طيب انا عايز اقول حاجه، حضرتك الرابطه اللي انت كونتها وترقصها فيها كام عدد، يعني عدد اللي بيعانوا من نفس المشكله من الاخوه الاخوات دي؟ انا مش مؤسس الرابطه، انا المتحدث الاعلامي للرابطه. الرابطه فيها حوالي حاليا 100، لكن في ناس للاسف بتتكسف انها تطلع في الاعلام تقول انا عندي مشكله او حاجه، لكن الناس دي اعدادها توصل لاكثر من مليون. يعني ده المحاكم نفسها، دي احصائيات في المحكمه قالت في 2 مليون قضيه احوال شخصيه بس للمسيحيين، منهم على الاقل اكيد 300 ألف على الاقل قضيه